يسعد مساكم. قبل شوي ما حكيت لما طلعت مع خيي وصديق عمري على سلسلة اللي قلت اطلع مرتين. وجودكم هلا دقل لي المقيم وبيعتذر على وجوده ما كان معنا يعني هون اليوم لانه اخته بحاله صحيه بالمستشفى طبيبه معه. فاحكي لك عنه كان بيتمنى يكون معكم اول شيء. استاذ نزار للدكتور جمال استاذ جهاد بس استوحيت شغله من دموع حبيب القلب الزير من شي ثلاث ايام كانت هيك دموعها خلتني شغله وبما انكم انتم عم تحكوا حبيت احكي منكم لانه انا عاده عم بكتب بالصوره ما بكتب بالقلم. بتضلك اغلى الاوطان أرضي وفرشة أجدادي يا تسلم لي يا لبنان أرضك بعبدها على منصور عاصي وجبران فيروز مميز زيادة وفخر الدين العالي الشان وكلهم نظر البلاد نسيم وهي لفريق إن شاء الله اختوا وتقوموا بالسلامة صباح لا قلت لك وديع قلت لك وديع صباح وديع وفخر الدين العالي الشان كلهم هربوا من بلادي.